مع تساقط أوراق الشجر في أيلول، غابت النسمات اللطيفة المعتدلة في مثل هذا الوقت من كل عام لتحل مكانها موجة حر لاهبة لم يعتدها الأردنيون، فالحرارة المرتفعة والتوقعات باستمرار الموجة لربما تعمق حدتها دق ناقوس الحذر، خاصة لمن تقتضي طبيعة عملهم أن يكونوا في الميدان تحت أشعة الشمس المباشرة مثل عمال الوطن وعمال الإنشاءات والمزارعين. للأسف الشديد في الأردن وخاصة في القطاعات الاقتصادية اللي العاملين فيها بيشتغلوا بظروف صعبة جدا وخاصة تحت أشعة الشمس بتعرضوا لإيجاد حراري كبير، وهذه القطاعات اللي هي بتتركز في قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات للأسف لا يوجد سياسة محددة للحكومية تفرض على أصحاب الأعمال ويرشد ويتدرب عليها العاملين من أجل الأخذ بها واستخدامها أثناء تعرضهم لدرجات الحرارة العالية، ولذلك احنا بنلاقي سنويا في عنا عندما ترتفع درجة الحرارة العديد من العاملين بيتعرضوا لأجهزة حرارية، بعضهم يتوفى وبعضهم يصاب بأمراض ويدخل المستشفيات، وأنا بعتقد أنه آن أوان أن يكون هناك سياسة محددة يتم إلزام جميع الأطراف ذات العلاقة لحماية العاملين في هذه القطاعات. الإجراءات الوقائية وعدة السلامة العامة أمر في غاية الأهمية، ومثلما لا تلتزم جهات عديدة بهذه الشروط هناك جهات تعمل بحرص على صحة وسلامة عامليها الميدانيين. عمال الوطن لهم كل الاحترام وكل التقدير لعملهم وما يقومون به، أن يكون عملهم صباحا من الساعة 8 أو 7:30 صباحا وحتى الساعة 11:30 فقط، ومن ثم هذا الشفت الصباحي، ومن ثم الشفت المسائي ما بيداوم على الساعة 2 زي ما كان معتاد سابقا، لا، لأنه درجات الحرارة بتكون عالية جدا، بل يبدأ عمله بالساعة 5 مساء، كل ذلك حفاظا على عمال الوطن، حفاظا عليهم صحيا وحفاظا عليهم وطنيا، لأن هذول احنا بنعتبرهم قيمة كبيرة جدا لأمانة عمان وللوطن. حسب نشرات التنبؤات الجوية تعتبر موجة الحر هذه الأطول والأقوى في تاريخ المملكة منذ نحو 100 عام، وتبقى درجات الحرارة ما بين نهاية الثلاثينات مئوية وبداية الأربعينات مئوية، ما يدعو لضرورة الحيطة والحذر من التعرض المباشر للشمس، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. العاملون لا سيما في قطاعي الإنشاءات والزراعة يواجهون مخاطر عالية بسبب الأحوال الجوية صيفاً وشتاءً، إلا أن لحرارة الصيف وهجها الذي يحمل مخاطر عالية على العمال إن لم يتخذوا إجراءات الوقاية من درجات الحرارة المرتفعة، لأن عكس ذلك يعرضهم لمضاعفات قاسية أخطرها ضربة شمس قد تؤدي إلى الوفاة. شهد الطرعون، المملكة، عمان.